أهلا وسهلا، مرحبا بالإخوة الكرام. يوم مرة أخرى من السطح مع لايف جديد سلسلة الحجر الصحي. تحياتي لكم الإخوان، نتمنى اليوم إن شاء الله نعود نستفد مرة أخرى. اليوم بكل عفوية وبكل طلاقة، ما حضرتش بزاف ديال الأمور، كنعتذر على الأسئلة في اللايف الماضي لا زلت لم أجيب عليها، لكن كنوعدكم إن شاء الله سأقحمها إن شاء الله في مرحبا سيونس أقحم إن شاء الله في اللايفات المقبلة. نحاول نجمع بعض الأسئلة المهمة. بعض المرات كتلاقي في التعليقات سؤال وسؤالين هما اللي ممكن الواحد يتكلم عليهم. هناك أسئلة كتكرر كثيرة، مثل السؤال على الكارني سبيد، فتكلمنا عليه وتكلمنا عليه وتكلمنا عليه كثير، وكاين حتى في الصفحة العربية ديال رونفريد في فقرة سؤال جواب، هناك جواب جيد وجميل على الكارني سبيد. اليوم الاخوان كيبغيو يتولعوا بزاف في الحمام، دائما سؤال الحمام. تحيه لواحد الاخ اللي جا اليوم ولو انه الحجر الصحي، خدم معاه 4 ديال الفراخ ما شاء الله، تحياتي ليه. الفراخ يعني الاغلبيه محجوز. وعتبوني بعض الاخوان، تكلمت المره اللي فاتت على انه كاين عرض ديال 800 درهم للفرخ و 1500 فرخين و 2850 الاربعه، فما كانش عن قصد اننا ما عندناش عليها، فقط لانه كاين العديد من الاصدقاء اصلا عبر الواتساب اللي كيتواصلوا معنا، وهذا فقط كعرض، لانه هذا الحمام هذا ما يعني لا عرض فقط لغايه 20 في شهر 4، فلا يوجد بعد ذلك شيء من هذا، يعني من هذا العرض هذا بهذا السعر هذا. وتكلمت اليوم مع تيغي صديق ديالنا، هناك مقال جد 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 رائع ليه في بلجيكا، ربما سأبعث للإخوان اللي خذوا حمام عبر الواتساب، ربما غادي نديروا مجموعة إن شاء الله الواتساب كاع الإخوان اللي عندهم اللي خذوا من الحمام مختلف المناطق. يعني كاين دابا إخوان من الكارة ما شاء الله، كاين إخوان من سيدي قاسم أعتقد، كاين إخوان من نواحي الدار البيضاء، إخوان في قنيطرة، وهنا في نواحي أكادير، شكون آخر اسمحوا لي إلا نسيت. وتبارك الله للأخ عثمان الصالحي اللي تواصل معنا كثير من البارح اليوم عبر الواتساب، تحية ليه، تحية لك أخي عثمان الصالحي. غنوري اليوم واحد زوج جديد، والإخوان عارفين علاش غنوري، راه تكلمت مع إخوان عبر الواتساب وغادي يعرفوا هذا الزوج هذا اللي غنوري إن شاء الله شكون هو. غنوري أول شيء الذكر، هو الذكر أخ الذكر اللي وريت البارح، تقريبا نفس اللون نفس الشيء. هذا المكان هذا صعب أنني نوري فيه حمام الإنتاج، لكن سأحاول كالعادة. تحياتي لك أخي عبد اللطيف. هلو سيمون، نسيت ما قلت لكم جا الإخوان، حضروا بعض الأسئلة اللي تكون فعلا أسئلة اللي مهمة. معنا سيمون أولغيش اللي ممكن ترحوا عليه مرة أخرى بعض الأسئلة. سيمون أولغيش دخلوا اليوتيوب وكتبوا سيمون SEMON أولغيش، وكتبوا سيمون أولغيش وسترون إن شاء الله من هو سيمون أولغيش، حتى في الدربيات العالمية وحتى في ألمانيا، هو أحد أعضاء فريق رونفريد في ألمانيا. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم، تحياتي سيفجر، تحياتي لكم. سأحاول الآن التحدث باللغة العربية الفصحى، لأن هناك العديد من الإخوان من دول عربية مختلفة يشاهدوننا، واللهجة المغربية ليست باللهجة سهلة بالنسبة للإخوان. فعلى العموم نوريكم أول حمامة، الزوج اللي قلت لكم زوج اليوم، اللي مشاو منه اليوم جوج فرخ وطلبوا منا الاخوان انهم يشوفوه، فنوري لكم تاعو. إذا لاحظتم يعني أنا جد سعيد اليوم، لأنه هناك قصة سأحكيها لكم على هذا الأنتاج.
كنت جد حزين جدا. الأخ صديقي اللي يلعب معاه في لوفت واحد، الأخ محمد، كلمت اليوم في التليفون وخبرته هذا الموضوع. صار في الأول سيمون، يا ناتيولي شيش كيني إن عبد اللطيف لو يا دو كان سينوخ أفضوش تم فخاقن وفخاقن شتير ونقشي بزيتسة. العموم أنا سأسرع يعني باش ما نطولش عليكم مرة أخرى في اللايف. هاد الأنثى هادي أنثى عزيزة عليا جدا، من أحسن أحسن الإناث الجميلات في اليد اللي كانوا. كان عندي هنا الأخ أنس جوحة، وكان كيمرر الحمام في يدو، وكان هاد الأنثى هادي كذلك عجبته، يعني كانت عجبته كثيرا قبل ما يجي حمام حمام البلجيكي التام، عندما كان الحمام الألماني. فهاد الحمامة هادي من أفضل الحماميات الجميلات الموجودات. قصة هاد الحمامة، وأنا كنت أظن أنها مفقودة، كنت اظن ان هذه الحمامه خلاص يعني فقدت. 209 للاخ العزيز على قلبي، الاخ خليل احمد، البطل خليل احمد، اللي هو اصلا مدرب حمام في لوفت ناتورال، والان يعني في مكان ثاني. مطلوب جدا هذا الاخ هذا في بلجيكا بالنسبه لكبار البلجيك، صديق قريب لمارسيل سانجر، وعنده حمام ما شاء الله. اخذنا من عنده حمام افضل الحمامات. الحمامه هذه فيها رودي ديلز، وممكن احكي لكم على البيديغري. فيها رودي ديلز كما قلت، لا ليس هي هذه، اعتذر الاخوان، البيديغري في الاسفل. على العموم فيها رودي ديلز وفيها حمام اخر جميل جدا. اي واحد ممكن يدخل ويشوف حمام رودي ديلز، يعني من الابطال اللي عند رودي ديلز في الحمام هذه، هي بيديغري خليل احمد، بيديغري بلجيكي. وهذه هي ام احسن ذكر عندي في السجن، الذكر اللي حقق السنه الماضيه الوحيد وان داي سوبر اس، وان داي الوحيد 1200 حمامه، كان انجاز رائع. سوبر اس يعني دائما في 10% الاولى، وحققت السنه افضل ذكر عندي في السجن في السريع في السرعه مره اخرى، يعني في يعني ربما هو الثاني او الثالث سوبر اس هذه السنه هذه في السرعه. مازلنا لم نكمل. هذه هي أمه مع ذكر دانيال بيكر، اللي هو ابن أخت الأولمبيات دانيال بيكر، وفي يعني حمام آخر رائع. هذه السنة هذه عملناها مع أخو الأساط البلجيكية، الأساط ناسيونال والأساط أساط ناسيونال وأساط بروفنس، اللي هو أخو الذكر اللي شفناه البارحة، هو أخو هاد الأساط هادو. ويعني وريتكم المزاد اللي كان عملوه هيربوتس باش تبع الاخت ديال الذكر. وعندنا افراخ، راحوا ماشي اثنين، راحوا ثلاثه اليوم، ثلاثه، واحد لاحد الاخوان واثنين هنا في النواحي. اعتقد لازال منها من هاد الزوج، لازال هناك ثلاث فرخين او ثلاث فرخ. زوج رائع 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 جدا، وانت رائع جدا، وانت رائع جدا. هذه من الاناث اللي كذلك مسألة الدايل جميلة جدا، ريش ناعم. سأريكم ابنها، أحسن ذكر في الجمعية كما قلت لكم. وربما راه إذا كان هناك يعني نتائج بالنسبة للجهة، أعتقد إذا كانت هناك نتائج بالنسبة للجهة، لان كنا نطلق مجتمعين، فكنا نلاحظ يعني دخول الحمام الجمعيات الاخرى، ولو انه لن نطلع في النتائج، فاظنه كذلك على مستوى 10000 حمامه من افضل الذكور، من افضل سوبر اسات اعتقد. مع الذكر اللي نوري دابا هناك منها، نعم هذا هو ذكر الأنثى، يشبه أخاه اللي شفناه البارحة
كثيرا. هذا الجناح اللي قلنا عليه ستاندارد، وحتى في اللون وفي الشكل يشبه الاخوان اللي شفتوهم في الصوره البارحه في فيديو في لايف البارحه، اللي هما اسات بروفانس واسات ناسيونال مود 2014. هذا اخوهم، وهذا هو اللي اخته عمل عليها المزاد، عملوا لها الهيربوت في بلجيكا. هذا هو ذكر هذه الانثى، هذه هنا موجود اعتقد فرخين، لازال فرخين منهم. هذه الانثى هذه يعني فرحت كثيرا، كنت اعتقد انها مفقوده، وكنت اعتقد انها 205، يعني كان الخاتم لا يعني غير نظيف جدا، فاعتقدت انها 205، وبحثت على 209 لانه كان عندي الحمام في الاول قبل بناء اللوفت من 3 سنوات تقريبا 4 سنوات، كان عندي في مكان ثاني في شبه مكان شبه قروي في مزرعه، وكنت اظن انها يعني هربت، لكن هي موجوده. وضعتها مره اخرى للتفريخ، وعند تسجيل الحمام وجدت انها فعلا 209 بعدما لاحظت يعني الخاتم جيدا، ليست 205 وانما 209 بعد تنظيف الخاتم. فالحمد لله انها موجوده اللي عطات خيره الحمام. هذا هو الذكر مثله مثل ذكر البارحه، هذا 2017، الاخر 2016، نفس اللون نفس لون هذا الزوج الموجود في الانترنت. ممكن انكم تدخلوا على الفيديو قبل من هذا تجدوا هؤلاء الازواج. يعني هذا هو الاخوان، فمبروك الاخوان، مبروك للجميع. فكما قلت هناك الغيش ممكن تقول لعمال الحمام. مرحبا اخي احمد، مرحبا، تواصلوا على الخاص ان شاء الله. اسف لاني لم اعلن عن العرض اللي يعني علنا، كان فقط عبر الواتساب العديد من الاخوان اللي خذوا الحمام. اهلا اخي عثمان الصالحي، رجل طيب، مرحبا اخي، تبارك الله عليك. سي ابراهيم، عليكم السلام ورحمه الله. بين داف خاغن الغيش في ديتي هيتس كلايش زاغن sprechen jetzt viel über die Tauben und so. عاش مرة بديت أتذكر ديال غادي يرجع ليها إن شاء الله، غادي يرجع ليها دائما، لازم أنك تجرب. هي عطات ديزاس أصاد مزيانين وأصول ذكر إخوانه أصاد في بلجيكا وولاد إخوانه أصاد، هو دخل هنا صغير، فيجب أن نجربوا هذا الحمام اللي عطى أصاد هنا عطى أصاد هنا، مرة أخرى يجب أن يجرب. Sehr gut, okay Simon. Entschuldigung, wir reden viel Arabisch, da wirst du nichts verstehen. Vielleicht wird es hier langsam langweilig. Inshallah. Achi al-Amri, inshallah. إذا كان هناك أي سؤال أن Simon Ulrich يسألني، إذا كان هناك أي سؤال تقني، سؤال في الولاعة، سؤال محير، أي سؤال فمرحبا الإخوان. الإناث. شبعانات. سلام اخي، ابغينا رقم ديال ان شاء الله اخي، انا سنرجع ايش اي بي ميش فيش با سيمون سيمون اولغيشيت كيحاول يتعلم معنا العربيه. ومرحبا اشرف، تقدر تبيع لي ان شاء الله اخي ان شاء الله. بالنسبه نحاولوا نستافدوا دابا، وكتبوا لي الخاص الى اللي بغى شي حاجه، هذا فقط كعرض الحمد لله، احنا محتاجينش. وهذا الحمام هذا ما عرفت دابا جا للحجر الصحي، يستافدوا منه الاخوان، ما غاديش يمشي لوخت اخر ما يتدريسش دابا، لان الحمام سيدخل للتفريخ. هذا الحمام هذا الحمد لله موجود الحمام، فلذلك جات فكره هذا العرض. ما الحمام هذا ما كنتش علمت عليه قبل ما نفرخ، انه بطبيعه الحال يعني خص الواحد يعلن قبل ما يخرج الحمام. هذا مكان، هل هناك؟ مرحبا اخي محسن، محسن تولى عندنا مرات كثيره، تحياتي لك اخي محسن. لوك اني واتس اب جود لوك. اوكي اخي بوخلوك ان شاء الله. اذا كان هناك اي سؤال والا سنمر الى احد. ما افضل ما امسكت يدي، من افضل ما امسكت يدي. نعم اخي محسن، مرحبا محسن، البطل الكبير في مدينه فاس. راه خليت لك ميساج في جيميل،
ان شاء الله اخي انس مهلا، لكن فقط 4 ايام، يعني بعد 20 في شهر 4 لا يوجد لعب على الطريقة الألمانية. كلام كلام. هل من أسئلة؟ إذا ما كانش الأسئلة ندخل في موضوع من المواضيع. إذا لا توجد أي أسئلة والله بغيتي تشوفوا الحمام، هذا الإناء تسميو من البطلات ما شاء الله، لعبوا معنا مزيان هاد السنة. هادي ما كانش دخول للحمام كما قلت لكم مثل السنة الماضية، كان الحمام يدخل يعني هكذا يعني بحجم كبير، في دقيقة واحدة يدخل العديد من الحمام، بل في بضعة ثواني في مش طويل كما قلت، في 390 كيلومتر 14 حمامة في 6 ثواني، في 420 كيلومتر 12 حمامة في 3 ثواني، يعني تنزل كلها هكذا بفارق طويل. لكن هذه السنة هذه كما قلت لكم الاعتناء الجيد ومتابعة الحمام ولعب حمام كبير مع الصغير يلعب دور، والحمام إذا كان ذكي ومفرد في الذكاء بعدما يكتسب التجربة يصير كذلك حتى يصير كذلك بالإضافة لأن هذا العام هذا هذه السنة هناك أبطال كبار، الأخ محمد ما شاء الله أول سوبر أس في الجمعية والوحيد اللي ثلاثة حمامات وثلاثة تنظيم اللي معايا في سوبر أس، يعني كان هناك 7 حمامات فقط، الأخ محمد ما شاء الله بطل كبير، وكان هناك سباقات كان حقق فيها فارق كذلك كبير، لكن طلع مستوى الحمام ما شاء الله، طلع مستوى الحمام جدا بالاعتناء وبالحمام الجيد وبالعديد من الاشياء. هناك ما شاء الله تقريبا هذه السنه دي اخ حسين بطل كبير كذلك استطاع يتفوق، الاخ الحسين استطاع يتفوق ما شاء الله، وكما قلت لكم محمد الاخ كريم اللي المستوى ديالو طلع بزاف عندنا في الجمعيه ما شاء الله، هذو كلهم ابطال يعني في الفيتاس. هناك الاخ محمد، كاين الاخ عاد كاين اخ بو اللي عامل معايا التنظيم الثاني، عاد كاين انايا الثالث، مجموع النقاط. لكن للاسف هذه السنه هذه ما كانتش بحال السنه الماضيه، الحمام جيد جدا، لكن يجب ان تمشي مع الحمام دائما كما تمشي معه. وحسين والعنا في الانثى لودوك ليسنس البيضاء، بغيت الاخوان يشوفوا اروع حمامه قلبتها في يدي، عملتها اصلا في عملتها اصلا هذيك الحمامه في فيديو قبل هذا، فحمامة جميلة جدا فعلا. اولا عملت يتي فيها كذاك لودوك ليسنس، نعم هي البيضاء، نعم عطاتني فرخ يعني من بعد 3 سنوات عطات 3 فرخ فقط، لكن ما دخلينش في العرض. واحد فيهم اللي مشى عند احد الاخوان، لانه ما عندناش هذاك الحمام، ربما ممكن بعد الحجر الصحي ممكن نفرخ منها مره اخرى، هذا لا يعني ان هذا الحمام الاخر ليس جيد، لا فقط لانه ما عندناش هذاك الحمام، لا ندري ما هو الجيد وما هو الغير الجيد، ندري فقط ان هذا الحمام اعطى، لكن الاخوان ربما بعض بين الاخوان الحمام هناك اختلافات كبيره، هناك من هو اس هناك من هو عادي. تقنيه بناء اللوفت اخي الكريم، حمام اللي حبس سباق جوج بيضات، لا ممكن جوج بيضات اذا كان زوج اخي زيمون دي فراغن زولمانيا، نسال زيمون حتى هو يقول الراي ديالو، انه بطل كبير الاخ الصديق زيمون. سيمون دي فراغن فاسيس بيسا زولمان
soll man die Tauben beim Zucht nur ein Ei lassen oder zwei Jungen züchten mit ein Paar? Oder nur eine, damit er dann stark und so weiter. خالد الزكراوي ما هو العرض؟ العرض خويا الفراخ، فراخ ديال الفراخ البلجيكيين الحمام يعني تقريبا نادر وجيد جدا، فيه من مشاهير الحمام الكبير اللي هما الكانيبال، الهاري، الرودي، الرودي ستار. كاين حمام اللي عموه هنايا، اولاد حمام اللي عموه نيو بليكسيم، اغلى مكان عند فاندينافيل. كاين حمام فيه الجيرينكس، كاين حمام فيه حمام كتير. فعملنا عرض الفراخ 800 درهم الفرخ، فرخين ب 1500. وما كنتش بغيت نقول هادشي في الفيديوهات، ولكن الاخوان قال لك علاش ما قلتيش لينا وما قلتيش للعموم. واربع فرق ب 2850 درهم لغايه 20 في شهر 4، يعني باقي 4 ايام 3 ايام وخلاص. العرض سيتغير هذا فقط، لانه الان الحجر الصحي وفكرنا اننا نعملوا شيء من الاشياء. ما كانش هذا الحمام هذا غنذكروا كاع اصلا في انه ياخذوا الاخوان، كان غنخليه ان شاء الله يتلعب به في لفت اخر، ربما انا لن العب في هذا اللفت. لكن مع الحجر الصحي هذا الحمام هذا يجب ان يدرب، يجب ان يطير. فنحن فقط في البيت ولا ندري كم سيدوم هذا، فقررنا اننا نعملوا هذه المساله هذه بعد الحجر ان شاء الله في الشهور المقبله، واحد يتوصل بحمام وهناك وسائل ان شاء الله. انا سمعت انه سيزول الحجر على وسائل تنقل ربما في الشهور المقبله. انا جواب زيمون بالنسبه للبيض، ich denke das ist von Vorteil ist nur ein jungen von besonderen Paaren zu lassen das zweite kann zu einem ein paar. جواب سيمون، رأي سيمون اللي هو كذلك رأيي، إذا كان عندك زوج جيد جدا أعطاك حمام جيد جدا وتريد يعني الإنتاج منه جيدا، فممكن تخلي له بيضة واحدة والبيضة الأخرى تحطها لزوج آخر يعني يطعم الحمام جيدا كي تكون الصغار قوية جيدا. مساء الفل. مساء النور أخ أحمد ربيع، أهلا وسهلا. هل هناك من سؤال آخر؟ مرحبا بالإخوة. كما قلت يعني بالنسبة هناك بعض الأمور للأسف ما زلنا لا نهتم بها. أغلبنا يهتم فقط الأغلبية تهتم فقط بوقت السباق وقبيل السباق، يجب أن يكون الاهتمام على كل طول السنة. سيمون يجيبني في لسن اين فايبشن ايجال اوف اون يقول لك يعني بالنسبة للحمام سيمون لا يترك أبدا أنثى جيدة تبيض أكثر من 4 مرات أبدا في السنة. هذا هو، هذه كذلك نصيحة من سيمون. إذا كان هناك أي أسئلة فتفضلوا الإخوة. زيد 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 هناك من أسئلة الإخوان أم أقوم بالارتجال وأتكلم عن موضوع من المواضيع؟ السلام عليكم. اللهم بارك، الله يبارك فيك يا أخي ياسين. على العموم كنت دائما أتكلم عن المنتجات، فأريد أن أقول أنه بالنسبة لصحة الحمام ومناعة الحمام وقوة الحمام، أن الحمام من بخلايا جيدة، فالاعتناء أقولها وأكررها يجب أن يكون في كل شيء. سيمون كتب لنا فيندي توبن غود دروفزين دلسن فيا إن ألن ريجل بايدا يونغل ليغن أها في نيمن ألجمين نو إن أصنام أن يونغن فيك. يقول لك إذا كان هناك زوج الإنتاج جيد جدا في تربية الفرخ فهم يتركون غالبا الحمام يعني الحمامتين بيضتين في العش، إلا إذا يعني كان هناك دائما أحد الفرخ يكون ناقص شيء مع الآخر في عند بعض الأزواج.
فيتركون بيضه واحده في العش. ممكن نخلطوا اير او 2 مع انتروباك ممكن اخي، غير ما تكثرش كثير يعني، لانه اير او 200 عنده بعض الفيتامينات الموجوده كذلك في انتروباك، ولا نريد يعني ان تكون فيتامينات اكثر اكثر بكثير يعني في جرعه واحده. سلام، تحياتي لك اخي الحبيب من فلسطين. حبيب اهلا اهلا بناس فلسطين، تحيه لكم اخي الكريم، تحيه لكم. نعم يوسف زنزون، الموضوع الموضوع واطرح سؤال اخي. معنا زيمون، سيمون اولغيش، احد الابطال الالمان واحد ابطال الديربيهات المعروفه، فممكن ان نطرح سؤال اخي الكريم. فهذا هو الاخوان، هذه المرحله هذه قدم طبعا حال مور جولد كثيرا، او بارك الله فيك ونفع بك. الله يبارك فيك اخي اشرف. فيصل، فيصل جديد رونفريد، ما عرفت، شوف اخي الفيديوهات ومرحبا اخي، وشوف صفحه رونفريد بالعربيه فيها معلومات كثيره اخي الكريم، ستستفيد حتى المواضيع يعني ناهيكه عن المكملات او شيء، هناك مواضيع جميله عن مرض زغاليل الحمام، عن الابطال الكبار يعني بعض الاشياء التي يتعرضون لها او الطرق التي يستعملونها في تربيه الحمام، فهناك العديد من الاشياء. فمرحبا اخي الكريم. ما هي افضل طريقه للوصول لحمام مميز؟ افضل طريقه للوصول لحمام مميز هو انك تشتري حمام مميز اصلا من مصدر يكون ثقه، وحمام يعني اثبت على جدارته مرات عديده، وانك تحترم قواعد الاساسيه لتربيه الحمام الزاجل، الا وهي يعني من غير الحمام، الحمام يجب ان تحصل على حمام جيد، ان تحترم يعني انه يكون لفت جيد، وتكون اداره اللفت جيده، يعني النظافه بشكل متوازن، التغذيه الصحيه، النظافه اقصد بالنظافه كذلك نظافه الشرابات، نظافه الاكلات، الامور هذه يعني تكون مهمه، وحمام جيد والاعتناء منذ الاول، منذ حمام الانتاج وانت في اعتناء الحمام، ان تكون عنده مناعه يعني قويه، يجب ان تعرف كيف ترفع مناعه الحمام وما الى ذلك، كيف الو. وبعد ذلك طريقه سيليكشن يعني الانتقاء، دائما تترك الحمام المتميز عندك في اللفت، ولا يكون يعني قلبك يعني يحن الى حمام فقط لانه يعجبك، فانت تضيع فقط الوقت وتشغل حيز لحمام اخر سيكون جيد، ومع السنين ربما من اول سنه يكون عندك حمام متميز، تترك فقط حمام متميز، تدخل منه عدد الانتاج، وتترك فقط حمام الانتاج المتميز الذي اعطاك حمام متميز، تعطيه فرصه مرتين ثلاث، اذا لم يكن هناك شيء فتخلص منه، وترك فقط الحمام الجيد، وانت نفسك انك يجب ان تكون جيد. سؤال، كيف نحضر فراخ الديربي؟ ممكن يطلعوا عندنا نصيفطهم. زيمون، هذه كيديرها زيمون اخي محسن، سال سؤال كيف يمكن ان يحضر حمام الوان لوفت ريس، وهل ممكن ان هذا الحمام يطير في اللوفت عندي ثم ابعثه الى الوان لوفت ريس؟ زيمون اسكيب نفخاكش فاش بدون خيابيست في بغيتش تو داينا 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 وان لوفت ريس تاوم لي ستودي باي دي اس فليجن دان شيك ستودي داين ايش غلاوب داس سو شون شون غيزاك داس وان فراغ ايتس غراده. ما هي كمية الحبوب التي يحتاجها الحمام في اليوم؟ 35 غرام تقريبا. هذه الكمية هذه تختلف من على حسب الفصول، على حسب الذكور والإناث، على حسب شهية الحمام وما تعطيه يعني في الأكل، هل هناك زيوت، هل هناك أشياء أخرى، هذه الكمية تختلف دائما، لكن يجب أن تكون شيئا ما ذكي، يكون عندك يعني مقياس للأكل، وتعطي الحمام يكون معه شيئا ما من الشعير أو شيئا ما من الخرطال، نسبة معينة قليلة، وتلاحظ. وكذلك نسبة الأكل في وقت التفريغ أو في وقت الراحة أو في وقت غير الريش، ليس هي نسبة التفريغ، نسبة الأكل في وقت السباق، وعلى حسب السباقات وعلى حسب جهد الحمام، وعلى حسب كم مرة يطير عندك فوق السطح، هل أنت تشتغل أم لا تشتغل، تتركه مرة أو مرتين يطير ويحرق الدهون. هل العين معيار الجودة؟ لا، العين ليست معيار الجودة، معيار الجودة هي عين المولوع الذي ستأخذ من عنده الحمام، تلك هي العين التي يجب أن تراها، هل هي عين صادقة أم لا؟ كارني سبيد يسألون عنه كثيرا، تكلمت عليه في فيديوهات أخرى وموجود في الصفحة، فممكن أنني أوجه ليه بتعليقات. سؤال ثاني موجه لسيمون، طرق التحفيز هل هي نفسها في جميع المراحل؟ سيمون دابا انا اس فراغ بيتيغليتي نوالو فتريس،
Die zweite Frage, so Eltern im Nisbel Simon, ist, wie motivierst du deine Tauben? Machst du die gleiche Motivation über das ganze Jahr oder muss man das ändern je nach Strecke, je nach Kurs? Hamraka ist bin Luft Hammam. Hammam السرعة أخي أشرف. Luft Simon, beim Pyramid One Luft Race sind aktuell aber zwei gereist, Junge. Sie haben bei uns 5 Preisflüge gemacht und sind danach zum Orleo geschickt worden. بالنسبة لسؤال أخ محسن قال هل ممكن أن يخلي حمام يطير عندي وبعث له وان لوفت ريس؟ زيمون يقول لك في بيراميد وان لوفت ريس. بيراميد وان لوفت ريس هو الوان لوفت ريس الرائع الموجود في مصر الآن الجديد وحقوا فيه زيمون يعني لحد الساعة المرتبة الرابعة وما أكثر. يقول لك بعث له حمام منه 2 حمامتين شاركوا في سباق في ألمانيا وحصلوا على 5 مراتب رائعة. بعثهم لوان لوفتريس يعني يترك الحمام يطير عنده بل يشارك في الزغاليل ثم يبعثه الى وان لوفتريس. ربنا يبارك فيك حفظك يا بطل والله انت من الناس المحترمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخي احمد ربيع تحياتي لك. اذا كنت تحتاج اي شيء او اي سؤال فعندكم في مصر الكابتن محمد ياسين اطيب خلق الله الذين عرفتهم هو وكيل رونفريد عندنا فممكن تواصل معه. هاو تو تشوز وان لوفت دوزيس هذه فراغه يت عندي تطير وكتل رجليها في الهواء ما فهمت اخي ما صحة نظريات متعلقة بعيون الحمام للتو اخ اشرف طاعي لا توجد اي شيء بالنسبة لنظريات الحمام هذا فقط في نومات وفقط بصمة الحمامة عندما تكون في الصورة كي تعرف انها فعلا هي الحمامة لان العين لها شكل معين اما هل عين الحمامة في التزويج او في السباق او هل هذه حمامة انتاج محمد سباق اما الى ذلك لا شيء التا فيدن خيمير فيا فيتفاشافت موتيفير يونغ تاوبن دوش فوتا سيل اون نسبو. بالنسبه للسؤال الثاني اللي زيمون مساله تحفيز الحمام هو يحفز الحمام يعني بطريقه الاراميل المعروفه على طول السنه. وبالنسبه للحمام الصغير بالاكل شيء يحب الحمام الصغير والشكل الذي يسكن فيه يعني المكان الذي يمسكه الحمام ويصبح محبوب عنده. ركائز بناء لفت حمام السرعة. ركائز بناء لفت حمام السرعة لا يوجد لفت حمام سرعة ولفت حمام متوسط أو لفت حمام طويل. يوجد لفت صحي ولفت غير صحي. اللفت الصحي هو اللفت الذي فيه تهوية جيدة ولا يوجد فيه يعني تيارات هوائية ممرضة. هذا ممكن أنك تعرفه بنفسك أنك تدخل إلى اللفت وتشوف طريقة إحساسك في اللفت. هل هو مخنوق هل في رائحة يعني كريهة وهل هناك تيارات يعني عندك مشاكل في الأذنين وفي جسمك. هذا مهم جدا يكون يعني واسع وجيد فيه تهوية يكون فيه خشب في الداخل أكثر نسبة يكون فيه خشب ولا يكون مفتوح كثيرا ولا يكون مقفول كثيرا وفيه تهوية علوية جيدة ولا يدخله يعني الماء وتكون فيه رطوبة معتدلة 55 تقريبا. فاللفت جيد لا علاقة له بالمسافة وبالسباقات التي لعبها الحمام. اللفت هناك لفت جيد هناك لفت غير جيد. انا تكلمت الان على اللوفت اخي وعملت هناك فيديوهات عملت فيها كيف بنيت اللوفت. الحمد لله لحد الساعه اللوفت صحي يعني ما وجد في اي امراض. الحمام دائما جيد الحمام دائما. ماذا يمكن اعطي الذكر للتحفيز على التزوج؟ فيتامين او اخي هناك سؤال من الأسئلة ذكرته الآن سأتكلم عنه يعني فيما بعد أن هناك 4 ذكور لا تلقح هذا عنده أسباب عدة أسباب تكون مرضية أسباب يعني فيزيولوجية في الجسم بالنسبة للريش الخلفي لكن هذو 4 ذكور يعني أكيد أنه مرض من الأمراض أو مرض عضوي ولو أن هذا يبقى فقط تخمينات لأنه كل شيء يحتاج إلى مختصين ودكاترة فسنتكلم عن ذلك من بعد. زيمون، du hast ja eine Frage auf Englisch. Da war mal da. كان هناك سؤال بالإنجليزي إلى زيمون سوف يقرأ. يطير الفرخ فقط في اللفت؟ نتأكد. ماذا يمكن أعطي الذكر؟ تزوج فيتامين أو أخي وغذاء جيد ومعادن. محفزات التزوج يعني هذا الفيتامين هذا جيد جدا. تكون هناك يعني لفت جيد ومشمس. وممكن أنك تحفزه نفسيا يعني. إذا كان ذكر أصلا سبق وتزوج ممكن أنك تحط له العشق قبل الأنثى
الذكر الجيد سوف يتزوج. بالنسبة للتحفيز يعني الأكل الجيد يكون متوازن أو مختلف، وممكن تعطيه الأشياء اللي فيها أوميغا 3 مثل الحبوب الصغيرة الزيتية، أحسن طريقة لتزويج الأقارب. هناك طرق كثيرة أخي يونس للتزويج، ما صحة نظرية متعلقة ببيع الحمام؟ لا صحة للعين يا أخي، انظر إلى عين من ستأخذ من عنده الحمام، هل هي عين صادقة أم لا؟ لا توجد هناك أي شيء بالنسبة للعيون، هذا كلام فارغ لا أساس له علمي، يعني لا يوجد أساس علمي. لون عيون الحمام مثل لون ريش الحمام، هناك ألوان مختلفة في الريش، ألوان مختلفة في العيون. Das richtige Alter für die Hornlaufdrehs ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, für National Hornlaufdrehs spätestens mit dem Werfen die erste Schwinge. يقول لك يعني هناك كان سؤال بالنسبة ما هو أفضل سن بالنسبة للوان لوف تريس نرسل له الحمام، قال لك يعني صعب أنه يقال هذا السن، لا صعب أنك تقوله، لكن غالبا يرسل الحمام مع تغيير أول ريشة من ريش الجناح. International في Weiter Reisen und Quantitative können Sie روش Alter sein. بالنسبة للانترناسيونال وسباقات أخرى صعبة ممكن أن يكونوا أكبر، يعني 4 إلى 5 أشهر ممكن يكون سن الحمام ترسل للوان لوف تريس. أخي أشرف ممكن أسماء بعض المنتجات اللي تساعد الفرق في النمو ويكون عندهم بنية جسمانية قوية؟ الله يجزيك بخير. بالنسبة هناك العديد من المنتجات لكن يجب التنسق بينها، وكل منتج عنده دور فعال. أصلا كي تنمو الحمامة جيدا والديها يجب أن يكونوا جيدين وتكون عندهم مناعة قوية، كيمروا هذه المناعة على الحمام، كيكون عندهم حليب يعني جيد في الأيام الأولى، هذا مهم جدا، والبيض أصلا قبل من أن تخرج الزغاليل. بعد ما تخرج الزغاليل إيمون بوستر منتج مهم جدا، لأنه إذا كانت الحمام في قوة جيدة تكون عندها شهية جيدة، تنمو جيدا، عندها مناعة جيدة، شهية جيدة. افتح لي الحمام. هناك الكي بلس كي بروتين، هناك المور جولد أو الأوبتي بريد، هذا مهم، هذ الاثنين هذو مهمين، إذا لم يكن الأوبتي بريد فرحة الفريخ ممكن استعمال كذلك مور جولد. هناك الانتروباك اللي هو مهم جدا بالنسبة للبكتيريا المعوية كي تنمو الزغاليل جيدا. هناك الهيكسنبير منتج رائع في البروبوليس، في عصارة البصل، عصارة الثوم، عصارة أعشاب مختلفة في الكعبر يعني، هذا كذلك مهم جدا بالنسبة للشهية وحب الطيران. هناك الافيتيستين، الافيتيستين هو معقم مياه جيد بالنسبة للأمعاء كي لا يصاب الحمام بأمراض، يعني إذا كان الحمام في حالة جيدة والعلف يعني متنوع وجيد جدا، العلف مهم جدا بالنسبة للفرخ. إذا بدأت تطير يعني حاول أن تبتعد عن البازلاء، وضع صوجة محمصة من الأفضل كمصدر البروتينات مع بروتينات حيوانية موجودة في الكابلوسكي. فهذه الأشياء اللي ممكن نقول لك عليها بالنسبة للرنفريت تربية الزغاليل. هناك العديد من الأشياء اللي ممكن الإنسان يستعملها يعني بالتناوب كي يكون هناك توازن، مع كل ما نوعت من في التغذية وفي أكل الحمام في مكملات المساعدة لي، يعني التنوع قليل 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 التنوع، يعني عندك بروجرام يعني هذا استعمله مرة في الأسبوع على مرتين، كل ما هو جيد كي يكون هناك توازن وتكون يعني العناصر الأساسية بالنسبة لنمو الفراخ، المعادن مهمة جدا، الجريت والغبار الأحمر وما إلى ذلك. فرق بين انتروباك وبافيفاك، إن شاء الله هناك صفحة بالعربي، هناك شرح مفصل لكل منتج. انتروباك مجموعة من الفيتامينات ومجموعة من البكتيريا المعوية الخالصة الجيدة اللي تساعد الحمام على رفع المناعة ومقاومة الأمراض والعديد من الأشياء. والبافيفاك تكلمت عليه يعني في أعتقد البارحة أو قبل البارحة، هو خميرة بيرة معينة فيها حبوب اللقاح، فيها بروتينات نباتية جيدة كذلك النمو على فكرة بالنسبة للزغاليل كذلك. مس محسن لوفت فور مستر أولريش يونغ بيجون ريس ويل دان أولد بيجونز واي أولريش نفخاك في دي، ما الأفضل الإنتاج من الأقارب أم من غير الأقارب؟ اسمع، هناك طريقتين للإنتاج، هناك غير الأقارب لكن سلالات جيدة جدا يعطون كذلك حمام جيد، أس مع أس، أسات مختلفة يعطون أس. أنا عندي هنا غير الأقارب أس، سوبر أس مع سوبر أس، أعطوني ربما سوبر الأس هاد السنة هذي ابنهم. وهناك طريقة الأقارب كي تقترب جدا من أفضل الحمام، وكما نرى في العديد من البيديجريهات طريقة الأقارب
كذلك اعطت ابطال وابطال وابطال من الكانيبال او من الهاري او من الفليكسيم او ما الى ذلك ما شفنا في بيديغريهات. هناك الاقارب دائما ذكر بعض الاحيان مع بنته او انصاف الاخوان او ذكر مع خالته او عمته. هذه يعني هناك طرق مختلفه في تزويج الاقارب، وهناك طريقه معينه في علم الوراثه كيف ترجع الى الاصل، كيف ترجع مثلا الى الكانيبال، يعني بنته مع اي حمامه ثم ترجع له ثم ابنهم ثم ترجع. هذا علم في حد ذاته واعتقد موجود في الانترنت. شكرا لك اخي، تحياتي لك مدينه اسيوط. مرحبا اخي هشام. We can give a second chance to young pigeon north race or on left season. هذه اسئله يقدمها الاخ محسن الى الغيش، كلما اجاب الغيش بالالماني ممكن اني اترجم. بوغوس استاسفيل دام بيتسون ويل شابس نيش فاشتون زيمون كاين انا. يقول لك ماذا تعني بويل اخ محسن؟ في اي ال ال ويل يعني سيكون يعني في المستقبل لا ادري. على العموم اسف اذا كان هناك بعض الاسئله. ادخل الى هل انت من الضريض؟ اريد الاسئله لكن تهرب لي الاسئله لان الاخوان يكتبون. مصلحه نظام طريق من العيون فيك الله يبارك فيك اخي الكريم. خاطر عايز بناء اللوفت، ممكن تكلمينا على اللوفت؟ صحيح. هل انت من نظريه برابا؟ هل انت من مع نظريه درابا؟ ليس هناك حمام اختصاص. اسمع اخي، اوكي هذا فرشتون مومنت. سيمون فهمك اخي محسن سوف يجيبك لحظه. يقول بالنسبه للاخ اللي قال لي انت مع نظريه درابا، اعرف انه يقصد انه ليس لا يوجد هناك حمام اختصاص. اسمع اخي، هذا سؤال او هذا امر ليس بالهين الإجابة عليه، لأنه من جميع النواحي ممكن أنك تلقى الصحيح وتلقى الخطأ، أو كأنك تلقى في الصين حمام في السرعة وفي المتوسط في الطويل الممتاز، يعني حمامات في العدد آلاف من الحمام، لأنهم هم يقمرون هم يكملون بالحمام إلى الطويل، ليس مثلنا نحن نقول هذا حمام سرعة ومتوسط فنحصر الحمام لا نبعثه إلى المسافة، فنأخذ حمام مسافة من أصول معينة اسمها الأرض أو الكاتريس أو لا أدري. ناخذ من هذا الحمام جناح يكون كذا وكذا، فناخذ من هذا الحمام هو الذي نبعثه للسرعه. هناك من يقول انه فقط لانه هناك ناس كانوا يتسابقون كثير في السرعه فصارت هذه السلالات عندها اسماء، هناك ناس كانوا يتسابقون في الطويل فصارت هذه السلالات عندها اسماء، وركزنا على هذا الفرق. الا انه هناك حمام، والان صار الجديد هو حمام الوانداي، فقط لانه الالمان عندهم طريقه معينه، حتى لو انهم اخذوا حمام بلجيكا وطوروه، فاصلنا نقول هذه حمامة. عندنا الآن أربع أنواع من الحمام: قصير، متوسط، وان داي يعني أوروند، وطويل، يعني على حسب ما نرى من تخصصات. فنقول هذا الحمام الصغير يسابق أفضل من الحمام الكبير، الحمام الصغير يسابق أفضل من الحمام الكبير على حسب، نعم على حسب، على حسب الأجواء، على حسب المسافات، على حسب الخبرة، وعلى حسب كذلك المكان اللي فيه الحمام. يعني إذا كان الحمام صعب هذا السؤال هو كذلك. لو كان ليس اختصاص كما قال درابا، يقول لك الجري بالنسبة للبشر فعلا هناك أنواع، بالنسبة حتى بالنسبة للكلاب هناك السلوقي، هناك الصغير الأسميت. ولكن ماذا تقول عن الحمام الذي حقق إنجازات في جميع المسافات؟ درابا يرى الحمام بعيون أخرى كما قال لي، يرى الحمام مثله مثل طيور النوراس أو طيور لا أدري الخطاف. يقول لك حمام في اختلافات في الأشكال وفي الألوان، لكن لا تدري ما في رأسه. يعني هناك ممكن يكون عندك مثلا خمس ست فرق من زوج معين، يكون عندك واحد جيد في السرعة ويكون أسبيجن، والآخرون غير جيدون، ممكن يبان فيهم بعض الحمام في المتوسط، وممكن انك تمشي ببعض الحمام من نفس الزوج الى الطويل فممكن يحقق نتائج في الطويل. بالنسبه للحمام هذا احد الغاز الحمام، يتطلب الامر احصائيات كثيره وتجربه كي نعرف يعني هل كل شيء ممكن. حتى ايجر كامب يعني في فيديوهاته قال اننا صرنا نبحث عن حمام يتميز في مميز في كل السباقات يعني في كل المسافات، وقال لي كذلك دي غايك صديق فان دي نابيلو، قال لي انه الان صاروا يعني لا يريدون حمام فقط يتميز قصير
وبعد ما يدخل الى النص طويل او الى الطويل لا يتميز، يحاولون الحصول على حمام جيد من الاوائل في مختلف السباقات، لان هذه مساله الاختصاص وتفريق الحمام. كنا نحتفظ بحمام يظهر فقط في مسافه قصيره ولن نغامر به، وكنا نحافظ بمسافه حمام مسافه طويله نتركه فقط للطويل ولا ندربه للقصير. فحتى في بلداننا صاروا يلاحظون ان هناك حمام للمسافه الطويله نبعثه فقط للسباق مع الحمام في الاول ونعتمد عليه في الطويل، لكنه كان يحقق نتائج ممكن يصير اسبيجن حتى في القصير والمتوسط والعكس صحيح. فهناك من الابطال الكبار في المانيا اللي سالتهم، اول برشلون كان عنده اول برشلون، ليس مره ليس اثنين، كان في مارسيل في فينيو، قال لي بعظمه لسانه كما يقولون انه كان يدخل حمام سرعه على حمام اللي عنده اصلا حقق نتائج جيده، حمام سريع وحمام يتحمل، وكان يخلط هذا الحمام كان يحقق بنتائج جيده. وقل لي انت وحظك اين طوب ميتفنشت زايك. حتى بالنسبه لهذه السنه هذه اعتقد ان حمامه برشلونه الاولى كان فاندي نابيل. هناك من يقول ان الجو وكذا العموم، ولا تنسوا انه بعد مرات في نص طويل في 400 كيلومتر هناك سباقات صعبه صعبه للغايه يطير فيها الحمام 8 ساعات اجواء خارقه. فهو من حمام السرعه يلعب على السريع المتوسط يحقق مراتب رائعه، وربما هذا السباق هذا كذلك طار فيه الحمام 1000 كيلومتر 1200 كيلومتر بسبب الاجواء الصعبه وبسبب الرياح وبسبب الصعوبات الموجوده وبسبب وكان يتحمل ووصل. فماذا يعني هذا؟ على العموم موضوع صعب لا يمكنني انا اصلا ان اجزم فيه كي لا يقول الناس انني قلت كذا وكذا. حمام جانسون من اصول جانسون كانت معروفه هذه الحمام، ممكن تبحث في الانترنت انه لم يريدون ان يلعب معهم يعني في النادي، فذهب الى الطويل فحقق فيه مرتبه لم تدخل ليس على نفس اليوم وانما حققت يعني من الاوائل في برشلونه اعتقد، لا ادري الاولى والثانيه لا اعتقد، لان حمامه قويه وتحب الرجوع الى اللوفت. هل يمكن انتاج حمام مسافه طويله عبر الانتقال من حمام متوسط؟ والله هناك امثله كثيره انه حمام متوسط استطاع انه ينتقى ويذهب الى حمام الى مسافه طويله وحقق فيها نتائج. هناك امثله كثيره ستجدها في الانترنت ستجدها في الكتب، حمام كان يعود يعني بقوه و يمكن ان تجد الاخوان، واحد في الاخوان يعني يلهث وعليه صعب انه يدخل لوفت في ذاك السباق المتوسط شيئا ما صعب، واخوه يعني يدخل بشكل عادي يعني يظهر عليه انه ممكن انك تمشي به لمسافات اطول. حتى بالنسبه لاسترجاع اللياقه هناك حمام يسترجع اللياقه اسرع وهناك لا، حمام طويل قد يحقق انجاز في السرعه والعكس، لكن حالات شاده قل شد لا يقاس عليه. رايك اخي محسن، لكن اعتقد انها حالات شاده لان الاغلبيه لا تتمادى بحمام متوسط او السريع بين قوسين للطويل، والاغلبيه اصحاب الطويل لا يعتنون بالحمام كما يجب الاعتناء به اذا كنت تريد ان تحقق نتائج جيدة في المتوسط، لذلك أصبحت حالة شدة وليس لأنه نشارك دائما بنفس الحمام وننظر الإحصائيات، لا، إذا كنا نريد أن نتكلم عن الإحصائيات فيجب أن نشارك دائما، نعطي الحمام المتوسط والسريع نعمله مثل الحمام الطويل، الحمام الطويل نعمله مثل الحمام السريع والمتوسط ونشارك بهم دائما في كل المسافات كي تكون عندنا إحصائية علمية، لكن لحد الآن لم تعمل أي إحصائية علمية. حين كتله تزويج الحمام كذلك نعم. بطل ألماني جيد وولتر هل تعرف؟ ممكن أن نبحث عنه هناك العديد من الأبطال الألمان. أين طابة ميتفنف تزواي كان أوخ بلايبن؟ Ich will das später übersetzen, weil die Fragen sind so viel. Ulrich. يا هلا الإخوان الآن صلاة المغرب. نكتفي بهذا القدر. ربما شكرا على الأسئلة، ونعمة الاختلاف شيء جميل غير هو الإنسان. أنا أنصح الإخوان دائما بالتفكير العميق وبإبعاد كل المؤثرات يعني والإشاعات والتفكير يعني بطريقة علمية في أي موضوع من المواضيع، العين جنى الحمام وعطي الحمام كذا هل كذا، يعني لنذهب عشوائيين في العديد من الأشياء وفي كل الأسئلة. أنا لا يمكن أني أقول لك
ما متأكد منه أن مسألة العين خرافة، ما متأكد منه أنه هناك العديد من الأشياء، أعطي كذا أعطي كذا، نتحدث عن ذلك فيما بعد. لكن أنا غير متأكد 100% بأن هناك حمام اختصاص أم لا، لكن أنا أقول أنه يجب التمعن في هذا الأمر، ويجب عمل إحصائيات علمية كي نجزم في هذا الموضوع. هم نحن من يوقف هذا الحمام ويمشي بهذا الحمام ويذهب بهذا الحمام، ونحن من كنا نأخذ منذ القدم، يعني في الأربعينيات الخمسينيات والستينيات كان هناك ناس يحبون الطويل وناس يحبون القصير، فصار هذه الأسماء معروف بها القصير المتوسط، وهذه الأسماء معروف بها الطويل، فهذا ما هو. وكان عندنا مؤثرات، عندنا حتى في يدنا ربما ذلك الحمام، لأنه لعبوا به الطويل فصاروا يستخرجون من ذلك الحمام كثيرا، فصار الحمام المتميز بنعوماته، خفيف كذا، هناك جناح، هذه نقول هذه هي مواصفات الطويل ولن يلعب في القصير، وربما فعلا ذلك موجود كذلك، نراه كثيرا. والقصير نقول يلعب في الطويل، لكن إذا كنا نعتني بالحمام بنفس الطريقة ربما ممكن أن نحصل على إحصائيات علمية، هل الحمام المتميز ممكن يلعب العديد من المسافات، والحمام المتوسط ممكن يلعب هنا وهنا، شيء ما هنا وفي سباقات أخرى لا يلعب ولا أدري. لستفخاك بيته معنا تخت مشتفون مية ينس بيت جبخت ني داس فاز أليس كلا كنسو شون جين دانك فيلن دانك زيمون Es gibt eine Antwort, die ich dann später übersetzen werde. Kannst du mal gehen? شكرا الأخ والصديق زيمون ألغيش اللي أجبنا على الأسئلة، والآن سيذهب لأنه بنته الصغيرة تريد النوم ويريد أن يذهب عندها إن شاء الله. الله يبارك فيكم الإخوان، تحياتي لكم. شوفوا الفيديو الماضي كانت فيه هناك أفكار، اللي قبل منه أصلا كانت فيه هناك أفكار بالنسبة لتطوير الولاعة والترابط بيناتنا، ولا يجب أن يكون هناك الإخوان، أنصح مرة أخرى لا يجب أن يكون هناك حدة وشدة في التعامل بيناتنا فقط، لأنه هذه تبقى هواية الإخوان، تبقى هواية، يعني نريد أن نسعد بها ولا نريد أن نحزن بها. والحمد لله على مثل هذه الهوايات اللي كتعلمنا الكثير من الأشياء، يعني خصنا نستفدوا منها، ما نستفدوش من لا يجب أن نتعلم من هذه الهواية، يعني مسألة القيل والقال ومسألة البغض أو ما إلى ذلك. ناقة زيمون تشاو، يجب أن نتعلم منها، يعني تعلم منها الالتزام، الانضباط، الأمور العلمية، الارتباط بالطبيعة، المحبة، لأنه نحب الطائر، العديد من الأشياء الإخوان. هل صحيح حمام أوروبا لا يلعب في عام الأول في المغرب؟ أنا في عام الأول بحمام أوروبا، كله حمام أوروبا، ممكن أن أقول لك حصدت كل شيء، بطولة المتوسط، بطولة القصير، بطولة الوانداي، سوبر اس، كلهم من الاول الى الثامن كلهم كانوا لي في القصير، والسوبر اس كلهم من الاول السابع اعتقد والسادس كانوا كلهم لي، سوبر اس وانداي كذلك كان لي، هذا كله حمام مباشرة من اوروبا، كلام ليس له اي اساس من الصحة، التأقلم والاجواء وعندنا الصحراء، هذه فقط اشياء في الدماغ لا يوجد لها اي اساس علمي أو إحصائيات علمية أو تسجيلات وتدوينات علمية. نحن لسنا من الناس الذين يكتبون الكتب، هم عندهم حتى في الحمام الزاجل هناك كتب وهناك محاولات يعني علمية لبعض الأشياء. الحمام الزاجل بتغريم أقوى السلالات في العالم، ما رأيك في ذلك؟ الحمام أقوى الحمام في العالم موجود في كل مكان أخي الكريم، هو طريقة لعب البرتغال ربما كذلك جيدة مثل الطريقة الألمانية، لكن ماذا يحكم على الحمام؟ يحكم عليه ربما الوان لوف تريس، ننظر الى نسبه المشاركه بطبيعه الحال كم مشارك من اي دوله، وننظر الى ما هي الدول التي يظهر عندها حمام جيد. فاعتقد انه في جنوب افريقيا او في التدريبات العالميه غالبا ما يظهر الالمان كثيرا في الوان لوف تريس، غالبا كويتيون هناك، لكن لا يمكن ان نقول ذلك. فكل مره يظهر الحمام جيد في الوال اوف تريس في الدول، حتى بالنسبه للبرتغال نفسهم عندهم ديربي الغاف وهناك حمام برتغالي كثير، وفي ديربي الغاف يظهر كل مره يظهر حمامات مختلفات، لذلك اريد ان اقول لك انه في كل بلد هناك حمام متميز. الان صار في المغرب كذلك حمام جيد جدا، بل حتى انه في جزر الكناري ربما سيصبحون من المحظوظين اذا سقط عندهم بعض الحمامات المغربيات الجيدات
شيء رائع جدا. جئت مع الضربة إلى المغرب فرأينا الحمام، وأنا متأكد أنه في دول عربية أخرى نفس الشيء. يعني اندهش كثيرا بعد زيارة الأبطال الكبار هنا في النواحي، سواء في أكادير، سواء في الدار البيضاء، سواء في الرباط. والألفريد بيرغا كذلك تفاجأ كثيرا، دينيس فابا تفاجأ كثيرا بحمام الأخ محمد هنايا اللي لعب معنا، البطل الكبير الآن في الجمعية، بحمام عند محمد كذلك الثاني وخبولي وتنظيم عندي هنايا، حمام موجود هنا لن يتفاجأ به. فقال لي الأول الثاني بالنسبة للحمام، ثم هنا الثالث، ثم يعني هناك أبطال تفاجأوا بالحمام، يعني بجودة الحمام الموجودة هنا في اليد، وحتى بالنتائج والسرعات التي يدخل بها الحمام. تخيل يعني أنا كلمت جينوكليك على أنه حمام كان دخل عندي السنة الماضية في سمارة 14 حمام من الأول إلى 14 في 3 ثواني، ثم كان هناك 15 16، ثم كان عندي 17 18 وما إلى ذلك، ف6 ثواني دخلت حمامات في هذه المسافة، وبعد ربع ساعة جاء بقية الحمام، راه شيء لا يصدق. وهنا كذلك الأخ محمد ما شاء الله حمامه لا أدري نصف ساعة وما أكثر، سبق الحمام الباقي، يعني هرب من مجموعة شيء. والأخ الحسين ما شاء الله، يعني النتائج اللي يحققها كل سنة شيء خيالي. شوف الواحد يشوف فقط كيف يدخل الحمام والطريقة التي يدخل بها الحمام، وممكن يحكم عنها، يحكم عن جودة الحمام يعني في المنطقة. هل توجد حمام من حمام السرعة مثل الهيرمان أو كوبمان طارت في المغرب مسافة طويلة على مر السنين؟ أنا متأكد، إلا أنه نحن لا زلنا نفرق بين هذه الحمام. يعني إذا لعبنا بحمامة كنا نعرف عنها أنها سرعة ومتوسط، فلن نرسلها إلى الطويل، سنقول هذا هو حمام طويل فسنرسل فقط حمام طويل. فربما ممكن الواحد يفرق العديد من الحمام، إذا كان متميز نوقفه دائما في المتوسط، ربما سيلعب طويل. يعني كما قلت لك لا توجد تجارب كثيرة أو إحصائيات علمية كثيرة كي نجزم في هذا ونقرر في هذا. نيميرو ديالك خويا إن شاء الله أخي أنس. هنصيفطو لك إن شاء الله في الخاص. هل صحيح ربنا؟ هل توجد حمام من حمام السرعة مثل هنا؟ وضعت في المغرب هذيك شفناها. خلاص الإخوان، يلا إن شاء الله، إن شاء الله سأحييكم ومع لايف جديد إن شاء الله غدا. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.